الآن نبدأ معكم يا شباب في الجزء الثاني من حلقة مهارة التقديم والتعليق الصوتي. قبل الدخول في أنواع التعليق الصوتي، خلينا نشوف ما هو أنواع الصوت نفسه. الأصل في صوت الإنسان أنه جميل، وزي ما ذكرنا لكم سابقا في الحلقة السابقة أنه أداة مهمة من أدوات التواصل، إلا أننا نجد أن الصوت أنواع مختلفة. فهو يندرج بالدرجة الأولى، يكون عندنا الصوت الذكوري وهو ذات تردد منخفض، وعندنا الصوت الأنثوي ذات تردد مرتفع. يندرج تحت هذين النوعين من أنواع الصوت الصوت الأجش، عندنا كذلك الصوت الرخيم والصوت المعبأ والصوت المقنع وغيرها الكثير من أنواع الصوت. ولكن يبقى الأمر الهام، هو أننا بالإمكان أن نجعل من الصوت نغمة تطرب الإنسان، أو أنها تسبب الإزعاج ونفور المستمعين. وهذا يحتاج منا التعرف على أسرار فن التقديم والإلقاء الصوتي. فبنهاية الأمر أريد أركز يا شباب على نقطة مهمة جدا، ألا وهي ليس المهم نوعية الصوت، المهم هو كيف أدائك في الصوت. المهم هو إيش؟ نوعية أدائك في الصوت. فعلى سبيل المثال، هذا المذيع في قناة البي بي سي البريطانية، وهو رجل بريطاني يمتلك صوت ويمتلك مهارة عالية في الإلقاء والتقديم في البرامج التي قدمها في هذه القناة، إلا أنه في فترة من الفترات أصيب بسرطان الحنجرة فتغير صوته تماما وأصبح صوته سيء. ولكن الغريب والعجيب أن جمهوره ما زال متمسك فيه لكي يستمر في تقديم البرامج في هذه القناة. طيب ما هو السبب؟ لأنه مبدع وجيد في أدائه في الصوت. صح صوته أصبح سيء، ولكن في المقابل أدائه في الإلقاء، أدائه في التقديم متميز لدرجة أن جمهوره متمسك فيه، لا يريد أن يغادر هذه القناة بسبب هذه العاهة أو المشكلة التي حصلت له. ولكي أدخل إلى عالم معرفة هذا الفن، يجب أسأل نفسي هذا السؤال: ما هي المجالات التي من خلالها يتم التقديم والتعليق الصوتي؟ أول هذه المجالات لأنواع التقديم والتعليق الصوتي هو مجال التعليم. ولا يخفى عليكم الشباب أن المعلم في المدرسة أو الطبيب أو الدكتور في الجامعة أو المحاضر في الجامعة وكل من يمارس مهنة التعليم أنه بحاجة إلى أدوات لديه ومهارة عالية لكي تكون رسالته واضحة ويستمتع بها الطلاب لديه. عندنا أيضا النوع الثاني من أنواع التعليق الصوتي، وهو خاص بالبرامج الالتيميديا والأفلام، اللي هو إيش؟ اللي هو الرسوم المتحركة. ونقدم لكم هذا المثال الصوتي اللي يمثل التعليق على الرسوم المتحركة. Abandoning your post, inciting a scurry, reckless endangerment of rodents. But to be fair, you did stop a master criminal from 8 hours. That's 2 days to find Emmett Otterton. But you strike out, you resign. Splendid. Clawhauser will give you the complete case file. نأتي الآن إلى النوع الثاني من أنواع التعليق الصوتي والتقديم، اللي هو موضوع الإعلانات. والإعلانات تعرفونها يا شباب لها شكل ولها نمط خاص فيها. إليكم هذا المثال: اركب سيارتك الجريئة التي ليس لها حدود، تفرد بالأناقة وفخامة التصميم، صنعت بجودة عالية حتى في أدق التفاصيل. علمتني الحياة أن أمتلك رؤية واضحة دائما، وأن الوقت هو الأساس. كن مستعدا لتبذل أقصى طاقتك. النوع الآخر من أنواع التعليق الصوتي، عندنا التعليق على الأفلام الوثائقية، والكل منكم يعرف ما هي الأفلام الوثائقية وما هي أيضا نوعية إيش التعليق عليها. فالأفلام الوثائقية، المعلق الذي يقوم بالتعليق على الأفلام الوثائقية يكون لديه نمط خاص في هذا النوع. تتميز مدينة الخليل بموقع جغرافي فريد، جعلها محل اهتمام السياح الوافدين إلى فلسطين،
ففيها الحرم الإبراهيمي وفيها العديد من المعالم التاريخية. عندنا كذلك التقارير الإخبارية والأخبار بشكل عام، سواء تقرير صوتي أو إنه مرئي أو في غرف الأخبار زي ما تشوفونها في القنوات الفضائية. وسط إحدى مزارع بلدة الفضول بالأحساء تموضع قصر مرضية التاريخي كواحد من أهم القصور التاريخية الأثرية، والذي جاء كنموذج لطراز العمارة الأحسائية الإسلامية، والذي كان يتخذه الملك المؤسس مقرا للاستراحة والاستجمام خلال زيارته للأحساء. النوع الآخر من أنواع التعليق الصوتي والتقديم كذلك هو الأداء الحسي القصصي، فهناك ناس متخصصين في إلقاء القصص بنمط معين، بلون معين، بشكل معين خاص بهذه الجزئية. عندنا كذلك الأداء الحسي الشعري، الأداء الحسي الشعري، فالشعر يلقى بطريقة خاصة فيه، وإليكم هذا المثال. روحي وما ملكت يداي فداه، وطني الحبيب وهل أحب سواه، وطني الذي قد عشت تحت سمائي. بعد أن تعرفنا يا شباب على أنواع التقديم والتعليق الصوتي، يبقى أتعرف على شيء مهم جدا. هل أنا موهوب في التقديم؟ كيف أعرف أنني موهوب في التقديم؟ طبعا يا شباب، الموهبة هي استعداد فطري في جسم الإنسان بحاجة لاكتشاف عن طريقك أو عن طريق خطوات نتكلم عنها الآن، وتحتاج هذه المهارة إلى تطوير وتدريب وصقل واستمرار. وبإمكانك أنت اكتشاف أنك موهوب من خلال الخطوات التالية. أولا بنفسك أنت تستطيع أن تكتشف أنك موهوب في التقديم والتعليق الصوتي. أضف إلى هذا، في أحد يساعدك، يعني معلم أو واحد مختص في مجال التعليق والتقديم الصوتي، بإمكانه يقول أنت موهوب ويشير إليك أنك موهوب. بعدها تأتي الخطوة التالية، اخضع نفسك للتقييم، اخضع نفسك للتقييم من خلال الخطوات التالية. أولا أنك تتعلم مهارة وفنون الإلقاء والتقديم والتعليق الصوتي. أضف إلى ذلك الدخول في دورات التدريب، أنك تدخل في برامج تدريبية، ثم بعد ذلك الدخول في التجارب، وبالتالي يتحقق التقييم الصحيح، وتعرف في هذه الجزئية أنك إنسان موهوب أو لديك موهبة حقيقية أو غير ذلك، تستطيع أن تستغلها وتنطلق في عالم مهارة التقديم والتعليق الصوتي. وهناك يا شباب سؤال آخر مهم أيضا، كيف أحدد النوع الذي يناسبني؟ فهل مثلا يناسبني أن أعلق مثلا على الرسوم المتحركة، أو أدخل مثلا في مجال الإعلانات أو الأفلام الوثائقية والتعليق عليها أو التقارير الإخبارية، أو يكون لدي مثلا مهارة الإلقاء في القصص وأداء الأداء الحسي القصصي، أو كذلك الإلقاء الشعري؟ كل هذه الأمور كيف تستطيع أن تحدد ما يناسبك من خلال النقاط التالية. أولا خامة صوتك، لابد تعرف وتتعرف على خامة الصوت التي لديك. اثنين، حسب المهارات التي ستكتسبها من التدريبات. انت لما تدخل في برامج تدريبية وتتدرب، فبالتالي انت هنا تستطيع تحدد ما هو المجال الذي يناسبك من المجالات التي ذكرناها. واخر خطوة هو اهتماماتك ورغباتك، يعني انت تستطيع ان تشوف ما هي اهتماماتك، ما هو الشيء الذي ممكن انت تبدع فيه، أو الشيء الذي ترغبه ويحقق طموحاتك. وبكده يا شباب نستطيع أن ننهي هذه الحلقة بهذه الفقرة، وسوف ننتقل معكم في الحلقة القادمة، والتي أنا أعتبرها إن شاء الله الأهم هذه الحلقات، لأن فيها تطبيقات وفيها تدريبات مباشرة لتعلم مهارة التقديم والتعليق الصوتي.